السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برامج كتيرة جدا بتشغل بالذكاء الاصطناعي وبتخدم المهندس الانشائي، مش بس المهندس المعماري، لا كمان المهندس الانشائي، وان شاء الله بعد كده نشوف المهندس الكهروميكانيكال او الميكانيكا او الكهرباء. فمثلا ده ديزي دوت اي اي بيساعدك في ان هو او يعني تديله اي قطعة هو يبدأ يعمل لها تصميم بشكل سهل جدا، وليك ان انت تجربه لمدة شهر مجانا، ستارت فور فري، تمام. وحطيت لك برضو بعض النماذج اللي تقدر ان انت تجرب التصميمات من خلالها، تمام. ممكن تقول له سي ديزي تو اكشن. في برضو موقع اسمه باس دوت اي اي بيساعدك في عمل التصميمات الانشائية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، تمام. ممكن تاخد منهم ديمو، تمام. طيب خلينا نبص كده على فيديو ليه. In construction, once بيقول لك ان في بعض الحسابات او بعض التصميم بتاخد منك وقت كتير قوي، هو يقدر يعملها لك بالذكاء الاصطناعي بطريقه سهله جدا وبسيطه. فممكن ترفع له مثلا ملف ويبدا هو يعمل لك الحساب بتاعتها بشكل سهل جدا وبسيط. طيب في برضو موقع تاني استراكشر بي ال، ده برضو من خلال الذكاء الاصطناعي يبدا ان هو حتى الموجود جوه الريفت، تمام، وقرب يبقى في بقيه الحاجات، يسهل عليك الوقت اللي انت بتقضيه في التصميم، ويبدا يعرض عليك حلول مختلفه تقدر ان انت تجربها بحيث ان هو يوفر لك الوقت. ممكن تقول له اسك فور ديمو عشان تبدا تجرب التولز ديت. طيب استراكشر دوت بلس برضو من خلال الذكاء الصناعي بيبدا يوفر لك بعض التولز اللي تسهل عليك في التصميم، وفي بارامترز بحيث لما تعدل اي قيمه كل التصاميم تبدا انها تتعدل ويبدا يجيب لك الحسابات الجديده. برضو في موقع اسمه java-design.ai بيعمل لك جنريت للستراكشر ديزاين في ثواني، مجرد ان انت تحدد الشكل اللي انت عايزه ويبدأ ان هو يعمل لك الستراكشر ديزاين. كل التولز دي موجودة شغالة بالذكاء الاصطناعي وتقدر ان انت تجربها. ويا ريت يعني تقولوا لنا ايه افضل اداة استعملته.